سمير الوزاني قبيبو رئيس عصبة الرباط سلا القنيطرة. كما تتشاهدوا اليوم عصبة الرباط سلا القنيطرة تتنظم جمع عام السنوي العادي لسنة الموسم الرياضي 2020-2021. كما تتعرف تمت واحد المجموعة ديال المناقشات ومداولات، فلا في التقرير الأدبي ولا المالي اللي سردهم السيد الأمين المال والكاتب العام ديال العصبة، والحمد لله كانت مصادقة عليهم بالإجماع، رغم كان هناك بعد عدة نقاشات اللي طرحت من بعض رؤساء الأندية واللي هي تتصب دائما في اتجاه الإقلاع وتنمية هذه الرياضة داخل عصبة الرباط سلا القنيطرة. فالجمع العام تداول واحد مجموعة ديال النقاط، منهم دراسة ورياضة، منهم الدعم الأندية، منهم كذلك تنظيم واحد مجموعة ديال السباقات وخاصة الشق ديال الفي تي تي والاهتمام بالعنصر النسوي، بالإضافة إلى تحقيق عقدة الأهداف اللي توقعت مع الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. إن شاء الله تقريبا العصبة الرباط سلا القنيطرة بشات في واحد 90% ديال هذه العقدة ديال الأهداف، والقادم أفضل بحول الله. وكما تعرف رياضة سباق الدراجات رياضة مكلفة، واللي تيمارسوها واحد الفئة واحد الشريحة زعما كاينة متوسطة نقدر نقول عادية جدا، لذا يجب على الجهات الوصية باش يهتموا بها، وحتى الميزانية ديالها خاصها تكون قوية باش يتنظم سباق تيبدا من 40,000 درهم إلى فوق، الدراجة تتسوى من 30,000 درهم 50,000 درهم إلى ما فوق. الميزانية ديال العصاب ولا ديال الأندية ضعيفة جدا، ملتمس مرة أخرى من الجهات المقاولة باش والمواطنة الشركات المواطنة اللي هما داخل جهة الرباط سلا القنيطرة يهتموا بالرياضة سباق الدراجات ورياضات أخرى، ولا سيما تنعرفوا كذلك هذه الرياضة مكلفة بزاف، واللي غادي يمارسها تخصو إمكانيات كبيرة، لذا يجب على جهات الوصية الدعم والاهتمام. والأندية راهم هي تتشاغل رغم القلة ديالها تتواجد في خلال هذه الجهة 9 ديال الأندية، ولكن تنعتقدوا في الطموح ديالنا السنة المقبلة غادي تضاعف على 2 أو 3 المرات إن شاء الله. دريس علوي مدغري الكاتب العام للنادي الرياضي القنيطري سباق الدراجات، عقدت عصبة الرباط سلا القنيطرة جمع العام العادي، وقد ناقش الحضور تداول الحضور في مجموعة من النقاط، من بين هذه النقاط نقطة التقرير المالي، حيث أشارت كل الأندية المنضوية تحت لواء العصبة على ضرورة التمويل بالنسبة للأندية المنضوية تحت لواء العصبة، على اعتبار أن هذه التمويلات التي تمنح لعصبة رباط سلا القنيطرة أو المنحة التي تمنح هي منحة زهيدة مقارنة مع باقي المنح للعصب الجهوية، وبالتالي فالفلسفة العامة لهذه المنح يجب أن يتم اعتمادها بشكل ديمقراطي إن صح القول بين كل العصاب، على غير ما يقع في رياضة كرة القدم وفي باقي الرياضات الجماعية الأخرى. لكن ما أثار انتباهي من خلال فعالية هذا الجمع هو هذه النقطة بالذات، والتي أثارها كل الإخوة رؤساء الأندية والمتعلقة بالتمويل، تبقى الإشارة إلى ضرورة التحام كل أطراف عصاب جهوية أندية وجامعة من أجل التداول في مسألة المنح وفي هذه التعاقدات وفي عقدة الأهداف التي وقعتها عصبة رباط سلا القنيطرة مع الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. يجب التفكير في صياغة جديدة للتمويل حتى نستدرك ما يمكن استدراكه فيما يخص تمويل الأندية المنضوية تحت لواء عصبة رباط سلا القنيطرة. فعلا نادي الرياضي القنيطري، وكما يعلم الجميع أن تاريخه يتكلم عليه، النادي الرياضي القنيطري كان يتوفر على مجموعة من السباقين، كان يعمل على توقيع مجموعة من الاتفاقيات سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو بالمجالس المنتخبة والسلطات المحلية. فعلا كان هناك عمل على مستوى الفئات الصغرى للنادي الرياضي القنيطري، لكن ما يحز في النفس، وهذا هذا هذا شيء طبيعي، أن ظروف الجائحة أثرت بشكل سلبي على مسيرة كل الفرق ومن بينها النادي الرياضي القنيطري. طبعا النادي الرياضي القنيطري هي قاطرة من القاطرات الرياضية على مستوى الجهة،
ويبقى النادي الرياضي قد غير سباق الدرجات هو مرجع لهذه اللعبة بالجهة. وكذلك النادي الرياضي القنطري نظرا لتاريخه ولتاريخ مجموعه من الانواع الرياضيه لهذا النادي يبقى على عاتقنا كمسؤولين داخل هذا النادي ان نرقى بمستوى سباقه، ان نرقى بمستوى تدبيره المالي والاداري، وان نرقى كذلك بمستوى تواجد عناصره في المنتخبات الفئات العمريه. فهذه مسؤوليتنا المشتركه ومن التعاقدات التي نرقى الى الوصول اليها.